السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو رياكشن اخرى مع اخوكم شات. اليوم غادي نديرو ديب جو بونس با جو بونس مي عارف بانه قصرت انا نورمالمون 5 ايام باش خرج الديسك. يلاه غندير ليه رياكشن. سمحوا لي لي فان ديال ديب، سمحوا لي فريمون ديزولي مي ماشي مشكل، فو ميو تار كو جامي. وحق الله العظيم باقي ما ديما كنحلف انا والله ما كان سمع الديسك، والله تا رياكشن حقيقية وحق الله العلي العظيم. سو اشو ديب سي المهم نهضروا عليه شويه رابيدمون. المهم بيان سور كنعرف الموسيقى ديال ديب، كانت مزك الموسيقى ديالو با مال دو فوا. انا بالنسبه لي كاينين ثلاثه اللي كيتشابوا شويه في السيل ديالهم، غنبداو بمورفين بوز فلو وديب. عندهم تقريبا واحد لو ستيل تقريبا كيتشابي، الا قدرنا نزيدو الرائد حتى هو معاهم. مي اون جينيرال سي دون سيت غام، هادو الناس اللي كيلعبوا بلوس على الكتبه كومون الي وتوشيا تيرسا. هذيك المجتمع المشغل ديال الطياره ودابا بانت ليها رجليه وبغات تلعب ليا مع رجليه. دابا هي في دماغها راه شي خطرات كتقول له هذا اللعب هو راه ماشي اللعب، انا راه حاط رجليه ما درت لها حتى حاجه من قبيله، ما درت حتى شي لعيبه. اجينا هذيك المشاج وي والله الا مشق وي تيرسا هي دير مشق حيدير مشق هاك كول يديها شي ما يديها. ما عليناش، ما نطولش عليكم، ندخلوا نشوفوا. لا غتخلينيش ندير رياكشن شي دابا سيد القيلوله. وقت القيلوله هذا القيلوله من البسالات ديال والو، علاش حنا الدراري الصغار اللي بقاو كيتجاراو في هاد الاوقات هادي؟ راه برا ما عليناش نشوفوا الديسك ديال الديب. ارونوف واش كلاش واشنا هو يا انستيبل هي شي حاجه اللي ما شاداش في بلاصتها، شي حاجه اللي ماشي مخلخله، شي حاجه باستابل دو تو. هي انستيبل الفيديو ديالها اي دون ريمبر واش تصنت الفي 1 ما عقلش واش تصنت ليها مي سي با غاف. نشوفوا هادي اي بيان سور الا كتسهل ولا كانوا لي فان ديال الديب وقالوا لي الشات عافاك ديالنا رياكشن على ديسك خار ديال الديب وهذا، سو بيان سور غادي نديروها. غير ديروا لي لايك لي كومونتير باش طلع الفيديو باش يشوفوا الناس اخرين ديال الديب وباش نقدروا نديروا فيديوهات اخرين على الديب. ارا بالراح ارا دقدق ارا دعدع ارا معمع ليتس جو. ما كيديرش كليبات بزاف حتى هويا تقريبا كاملين هادو اللي قلت لكم قبيله، المورفو وال وبوز والديب وتزيد عليهم الرأي حتى هو شويه. ما كيديروش كليبات، اللي كيبقاو كيعصروا دماغهم في الكتبه اكثر من الكليب. ما عليناش سير اخويا الشات. ما نفرش شنو هادشي انا هادشي حاس بحال عارف هاد اللعيبه. هاد البديه هادي كتشبه هذيك حاسي، ديك سناء حاسي جو بونس لا ماش نو سميتها. مي ما عرفش اللي عارف شنو هي الشيء اللي كتب في الاول، كتبوا لي في كومونتير عافاكم. طابل باقا كيما هي، نهار غدروني نهار دفنت النية، كنقول عييتي نتي دوزو ليام، اللي كيسمعني كيقول الله يسمح ليا، وأنا كنت اللعيبة اللي لور مجهدة شوية، تسنى في الله يسمح اللعيبة اللي لور مجهدة شوية، شوية مجهدة باسكو صحابني غتكون غير في البداية، ولكن غادا معاها في الديسك، وشي خطرات كتضرب هي وشي حاجة كيقولها، باغينش غنكريتي كيف؟ طابل باقا كيما هي، نهار غدروني نهار دفنت النية، كنقول عييتي نتي دوزو ليام، اللي كيسمعني كيقول الله يسمح ليا، وانا كنتسنى في الله يسمع ليا، كنموت و يقد يكون غير الذوق ديالي واقيلا، ولكن هاد اللعيبة اللي خدامة اللور شوية كتبرز، ما عرفتش واش خاصها يتنقص منها الصوت، ولا ما خاصهاش شكون من يكون هو كيديو. انا بوغ مو من يكون رابر كيغني ولا كيرابي ما خاص تكون حتى حاجه باش اكثر. هي بالنسبه للديب، الديب شي واحد اللي كيكتب صونا باغي نتكونسونطرا معاك اشنو كتقول، ماشي ديك الحاجه الاخرى اللي غتكون. هاد اللعيبات كيستعملوهم الناس دي فوا اللي ما كتكونش عندهم الكتبه واعره. الديب كيكتب بزاف الديب، سو ما محتاج حتى شي حاجه اللي تكاموفلي عليه الديسك لا والو، بالعكس صلى الله عليه. وبتيت غير انا بتيت الناس عجبهم كيفاش دايره، خليو لي الراي ديالكم بالنسبه لهاد البارتي، حيت
برسطاتني شويه ما عرفتش واش غير حنشك مع لي زيكوتور وهذا ولكن زعما الكاسكي كيبين داكشي كثر مي كان عيش وما كان طفاش بالبشر والآلهة اللي ما طفاتش بين إبليس وآدم وعدم ومادة بين الشر والخير والمعاناة واللذة كنلقى راحتي في داك الشي اللي ما عنديش لما فايتش ليك متي راك كاع ماشي الوقت كتفرع اللي ما عندوش واللي شرا وباع كتفرع الديب وكتفرع حتى اللي قلباع كيربح اللي مساعقلو في الطبيعة وضاع أما حنايا خاسرين في كاع الأوضاع كتراسي وقت في الحافة عاوتاني السحر الشعر ديالي دابا داني الحياة ولا الموت شكون يا السحر ديال الشعر دابا داني هادي واعصي بغي راسي واقف في الحافة عاوتاني السحر الشعر ديالي دابا داني الحياة ولا الموت شكون مناسباني دماغي كيقول مات حياة ولا الموت شكون اللي مناسباني زيت شغيفراني كنصبر راسي في الصباح في المراية كنجيب ناسي بالكاس والكماية كنزيد نقاسي فاش كنشوف سمايا كنقول لي فراسي وراسي ما عندوش معايا ماشي الخاطر الا ما كنتش معاك وماشي شغلي الا ما عجبكش الديسك وماشي خدمتي هي مش سوقي لها مش كديسك وشات ودي الرياكشن وما سوقيش لها مش كديسك لا بلاكس انا ماشي ما عجبنيش ديسك او كونتخير ودابا وانا كانت مزيك ما بقاتش مبرسطاني بحال كيف كانت مبرسطاني قبلها صراحة ميمسي باقي كانت سماها ميمسي باقي كانت سماها مي كيبقى رأي فهمتي خاص نقولوا الصراحة الرياكشن انا بالنسبة لي الناس ديال الرياكشن خاص يقولوا الصراحة ماشي نبقاو نقولوا العام زين كل شي زوين وكل شي هادي غابش لي فان ديال فلان يعجبوا الحال ويبقاو عندك وانت نقول الصراحة الديسك زوين ما خايبش غير دي طاي بتات غير انا بتات انا ودني ما ارتاحش لهاد القضية يا نعطيك بحال برنامج فاشل واستفتاء قديم هنا اللي بغيتي ما غتصيبوش العافية زيدي ما غنطيبوش جوج عواد وصنع تريكو حتى صحاب الغدر كان تريكوم مرعق لي الشيطان شاد الكيدون تهرب على المشاكل يزيدو ديما في بيتي باقي دمي في الفريكو الزمان ساحر كيغريكم المعاناة اللي غتقريكم شناهي الزمان ساحر كيغريكم كان تريكوم مرعق لي الشيطان شاد الكيدون تهرب على المشاكل يزيدو ديما في بيتي باقي دمي في الفريكو الزمان ساحر كيغريكم زمان ساحر كيغريكم انا اللي غتقريكم تعطيني حتى حاجه ما باغيش غيدي ما نسوقش الدنيا ماتش حبي كاملين كبرنا بشعار غيقضي الراب ما عجبنيش وكنديرو تشقني دافن كتابي كيبان لي لاقيه اللي عطاه ربي شي حكمه وفهامه ما كتبش ديسك في الكاغيط يدي كتنحس في صخره خدامه يو كونغليف كيفهموها عشرة اللي كيفكر ماشي اللي في دماغه في صخره خدامه يو كونغليف كيفهموها شنو هي الكلمه اللي قال مش ديسك في الكاغيط يدي كتنحس في صخرة خدامة يو كونغليف كيفهموها عشرة كونغليف مش ديسك في الكاغيط يدي كتنحس في صخرة خدامة يو كونغليف كيفهموها عشرة اللي كيفكر ماشي اللي في دماغه ما شداتش لي هذيك الكلمة صراحة ما عرفتش ما في اللوس حاني قال لونغلي ما بخيس كنسمع كونغليف مي شو با سيغ دو مو دابا يو كونغليف كيفهموها عشرة اللي كيفكر ماشي اللي في دماغه آلة شي مرة كان يو كونغليف كيفهموها عشرة اللي كيفكر ماشي كونغليف ما عرفش صراحة ما عرفش شناهي هي في دماغه آلة قلبوا لي تاش تكتبوا لي يلعب شوف صراحة يتمزل مبال اللي غيحل المسألة أنا والموت قراب القاربي وهايتي قاتل ملاكي ومكمل حياتي ما كنعرفش راسي واخا نشوف مرايتي سيرك لفيانا جي تأكد ما قرايتي نحبسوا الديسك شويه المهم تاكيد الطريقه ديال الديب المهم انا كيجوني كيتشاب كما قلت كيتشابوا في كتابه وكيتشابوا تف كيفاش كيديو باسكو الا جيتي تشوف المورف وبوز والديب الاغلب ديال ديسكم غتلقى عندهم واحد الطريقه كيعاودوها بزاف فاش كيغنيو غتلقى واحد الطريقه بزاف ما شغلهمش هما في الفلو ما شغلهمش شغلهم انت ملي غتدخل تمزك غادي تلقى كتبة غتعرف موضوع وغتبقى تصنت من الاول حتى الاخر فهمتي ما عندوش هو يبقى يدير لك اي او يبقى يقلب على شي فلو هذا ويلصق هادي مع هادي ويقول صايب الصات اللي غيدير لي الميكس يقول لي زيد لي التويشيات هذا هنا وصافي احنا خرجنا بديت نو كيفوكاليزيو على الكتبة كيكتبوا مزيان كتب 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 وهذا طريقة الاداء جو بونس كتشبه ان بو ديب هكا كيفاش كيغني هكا كيفاش كيرابي الديب كليف فين غتلقى غيهرب على شي حاجه عنده واحد ديسك مولوتوف انا كيعجبني مولوتوف ديال الديب كيسطيني لانستري ودوك اللعيبات تقصار فيه توا ان بو ديفيرون بدل مي اون جينيرال هادي لا فاصون ديال التقصار ديال الديب اي لي فان ديالو عاجبهم باسكو كما كنقول ديما لي فان
خاص يكون عارفين هما لاش فان ديال شي واحد، خاص يكون عارف الا انت فان ديال هذا، خاص عارف واش على ود الموسيقى اللي، واش على ود الكلمات اللي كيكتب، واش على ود الفلو اللي كيخدم به، واش على ود التكنيك، واش هو عارف الكلاش والكليبات عنده واعرين. سا ديبون، ماشي غير انت كتبغي شي واحد وغادي هكا. سو جو سوي سور ان الناس ولي فان ديال الديب حتى هما عجبهم الكتابه، عجبهم الطريقه ديال الكتابه وعلى الطريقه ديال الاداء، باسكو كاين اللي ما كيبغيش التغيير بزاف، عجباته حاجه كيبغي يبقى يتسنت لها كيف ما هي كيف ما خارجه. اي جو بونس سي لو كا بالنسبه بزاف ديال لي فان ديال الديب. بجوج كيرسمو في زوار ولا دافينشي، بجوج كيخلعو الموتو كيتشيرو كيتشي، فاك البلاد كاع كيتمشي كيتجي، رابر مغربي هذا كاي وكيدوي. نايس نايس انستابل انستابل ا ما عرفتش واش الان فيرسيون ا كتسهل شي كتسهل شي رياكشن تتقولوا لي تتقول لي واش كتسهل ما متاكدش واش سمعت انت غير كندخل للديب لاشين ديالو وكنطلق دياسك فهمتي سو ما كتبقاش عاقل شكون اللي سمعتي شكون اللي ما سمعتيش باش نكون واضح معكم ولاني هذاك مولوتوف باقي نعقل خديته عندي في التليفون ديالي نوريكم من التليفون بعيد راه اصلا ما تحركش على التليفون انا هذاك مولوتوف كان كيعجبني انا صراحه ما قديمش بزاف مولوتوف راه شي عام ونص باش خرج ولا شي حاجه ما ليناش ما ليناش ديسك زوين الموضوع كيف ما في العنوان فهو كيدوي على بنادم ماشي ستابل فهمتي ما بين شنو باغي يدير ما بين شنو كاين في الواقع ما بين شنو كيقول ليه دماغه ما بين شنو هو فاش كيكون ما متفقش مع دماغه هادشي اللي قديت نسقم بيان سور ديب tu peux pas faire une réaction اللي غير دايز دغيا وغادي تسقم كلشي خاص كون الكلمات غادي نجلسوا ونتعطلوا على كل وحده باش نشوفوا الشرح ديالها واش هو بغى يكون تعبير ديريكت ولا مجازي ولا اشنو بغى يقصد به مي اون جينيرال هاد انستابل ولا زعماك عدم الثبات اللي هو العنوان ديال هادي هو اللي كان كيدوي عليه اون جينيرال ما بين كل شيء اللي كيقدي يخليك غير ثابت في الراي ديالك في المسار ديالك في الحياه ديالك في التقدم ديالك في الحياه وهذا ما كان الصات اللي خدم لي برود جيستيون بيتس جو كوني با البيت كان نورمال صراحه عادي اي هادو هما لي بيت اللي كيخدم فيهم الديب اون جينيرال هاد لا فاصون هادي هي اللي كيرتاح فيها هو سو جيماجين ما عرفتش انا كيخدم ديما مع هاد السيد هذا مي اون جينيرال هادو هما لي بيت اللي كيخدم بهم وهادي لا فاصون اللي كيغني بها مي توجور افيك دوني بلوس دانتيغي للكتبه كيخدم على الكتبه كيخدم على الموضوع كيبغيك ملي تدخل تصنت تسمع موضوع ومني تسالي بواحد الفكره وهذا هو المهم ما تبقاوش تمزكو غير باش تمزكو حاولوا تاخذوا اهم حاجه حاولوا تاخذوا الايجابيات من داكشي اللي كاين في الديسك اللي كتمسكوا ليه واكثريه بالنسبه للي فان ديال هاد لو تيب دو رابور اللي كياخذوا وقت في الكتابه خذوا الوقت تفهموا شنو هو الميساج واشنو بغى يقول لكم في كل ديسك هذا ما كان ديسك زوين في انتظار جديد مع الديب كان معكم خوكم الشات تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله ادياس